نحن كنا كما تعلم في حزب بعث، وكان قسم كبير من أعضاء في القيادة القطرية لحزب البعث، وبدأت أزمة داخل حزب البعث آنذاك لها أسباب عديدة، أهمها موقفنا من استقلالية الحزب، تمسكنا بالديمقراطية داخل الحزب وداخل العراق، وأيضا كنا غير موافقين على المواقف السلبية التي كانت تتخذها السلطة العراقية من قيادة فتح. كلها أدت فيما بعد إلى خروجنا كمجموعة كبيرة من قيادات وكوادر حزب البعث في لبنان. حين خرجنا في خريف 1975، وكانت الحرب قد بدأت في لبنان، الحرب الداخلية، كان علينا أن نختار بين أن نعلن انشقاقا لم نحبذه، بين أن ننضم إلى حزب آخر لم نكن مقتنعين به، بين أن نؤسس حزبا ولكننا كنا نقول أن الأحزاب تؤسس ليس لحل مشكلة أفراد، وإنما استجابة لحاجات موضوعية في المجتمعات. لا يكفي أن يلتقي مجموعة من الناس ويقولوا نريد أن نكون حزبا، وخصوصا أننا نعتقد أن أي حزب يجب أن يكون ذا امتداد قومي، ولا يجوز أن يكون حزبا محصورا في ساحة. ولم يكن من الناحية الوطنية ولا القومية والأخلاقية جائزا أن نترك العمل العام وأن نترك المسؤوليات العامة، كنا نعتبر أن أمانة مسؤوليات تجاه شعبنا وأمتنا. ففتشنا وجدنا أن أفضل صيغة للعمل هي صيغة العمل من خلال تنظيمات تقوم من وسط الناس، من الأحياء، من القرى، من مؤسسات العمل، من مؤسسات الدراسة، من مؤسسات الإنتاج، وليشكل كل واحد حيث يعمل أو حيث يقيم لجنة شعبية، رابطة شعبية، هيئة طلابية، هيئة عمالية. وهذه تجمعت فيما بعد فيما يسمى تجمع اللجان والروابط الشعبية، الذي كان نسخة مبكرة عما سمي فيما بعد منظمات أهلية أو منظمات غير حكومية. كنا تجربة ليست بحزب، وفي نفس الوقت ليست يعني بدون الحد الأدنى من الضوابط الوطنية والقومية، نوع من اللامركزية التنظيمية في هذا الحي، في هذه الرابطة، في هذا كذا. ومن ضمن الروابط كانت رابطة شعبية للدفاع عن الجنوب، ومن ضمن تلك الروابط كان هناك رابطة اسمها مصر العروبة تضم متطوعين مصريين، أنشئت بعد توقيع السادات على معاهدة كامب ديفيد لتقول أن الشعب المصري ما زال في المعركة ولو من خلال عشرات من المتطوعين المصريين. تجربة اللجان والروابط ليست تجربة حزبية، هي تجمع لمجموعة مبادرات وتجمع لإطلاق مبادرات، وهكذا بدأنا بهذه الصيغة الشعبية التي حيثما استطاعت أن تعمل عملت، أهم فيها أنها لم تكن محصورة لا بمنطقة لبنانية ولا بطائفة لبنانية ولا حتى باتجاه سياسي واحد. كنت تجد في هذه في الروابط بعثيين سابقون، تجد فيها ناصريين، تجد فيها مستقلين، تجد فيها ماركسيين، تجد فيها إسلاميين، لكن ليسوا كأحزاب، موجودين كأفراد في هذا الإطار. هذا الإطار أحد عناوينه الأساسية كانت الالتزام بقضية فلسطين وبالدفاع عن فلسطين. لذلك مثلا تجمع لجان الروابط الصوفية يكاد يكون من المجموعات القليلة في لبنان التي رفضت حرب المخيمات التي شهدها تها بيروت وشهدها الجنوب عام 84 و85 و86 و87.